كابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل، كابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل، لو انت عندك او في دماغك او في اللي اتعلمته اللي يبقى عنده 26 بطولة، 11 دوري وسبع بطولات افريقية وسوبر محلي وسوبر وعربي وبطولات عربية وكاس مصر، 26 بطولة، ده يبقى فاشل؟ طب انا يا عم هعرف منك، اديني مفهوم النجاح، اديني مفهوم النجاح، تمام؟ اديني مفهوم النجاح. النجاح يا ابني، خلي الناس تفهمك اللي انا هقوله ده. النجاح ده في الحياه عند البني ادمين، النجاح في الحياه متعدد. في نجاح تعليمي، في نجاح مهني، في نجاح في الحياه عامه. يعني ممكن واحد في التعليم ما يبقاش موفق، لكن في حياته الخاصه والعمليه ناجح جدا. والعكس صحيح. واحد ناجح جدا 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 في الحياه العملية ومش ناجح في الحياة التعليمية. انت بقى بتتكلم عن النجاح والفشل، انت بعد الإعدادية ايه النجاح اللي عملته على المستوى التعليمي؟ طب بذمتك، بذمتك، واحنا عارفين بعض كويس قوي قوي، بذمتك نجحت في الدور الأول في المرحلة الابتدائية كم مرة؟ يعني في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي وستة ابتدائي اللي ممكن يكون لغوها عشانك، نجحت من الدور الأول كم مرة؟ كم مرة نجحت من الدور الأول؟ طب ده في التعليم، في الرياضة إنجازاتك الكروية إيه؟ غير المربع الذهبي. يا راجل ده أنت البطولة الوحيدة اللي خدتها في الدوري لما كنت بتلعب عندنا. أي قناع زائف تضعه على وجهك؟ أنت فاهم؟ إحنا بنرد في الوقت اللي عايزين نرد، وبنشتغل في كل الأوقات. ومش هقول لكم لو عدتم عدنا، احنا مش فاضيين، بس الحاجة الوحيدة اللي هنتأكد عليها ونتكلم فيها دايما هو تاريخنا. وهو حد يقول لكم ان نادي الزمالك ده يعني فوق راسنا، من فوق من فوق من فوق من فوق فوق راسنا، من فوق من فوق من فوق. هو حد يقول لكم ان احنا لا قدر الله بنشكك في انجازاته ولا بطولاته ولا تاريخه ولا ابدا ابدا ابدا. بس لما حد يجي يتكلم عندنا ما تزعلوش وما تتقمصوش، ما تتقمص، ما تتكلمش على التعصب. الله يخليك يا الله يخليك، ما تتكلمش على التعصب ده. انت من يوم ما طلعت على الشاشه يا راجل بتجيب سيره الاهل اكتر ما بتجيب سيره عيالك. اتق الله في الكلمات، خلي حد يسجل لك الحلقات بتاعتك. كم مره بتجيب سيره لعيبه ومن هنا ومن هنا ورمي بالكلام، ان هنا في ضرب وهنا ومش عارف ايه وخناقات ومجلس اداره ايه ومحاكم ايه وغلطات اداريه ومحاسبيه وما اعرفش. احنا ما بنعملش كده. قناة نادي اهو، ما بنجيبش سيرة حد، ما نتكلمش مع حد. كل اللي احنا عايزين نعمله نحافظ على تاريخنا، نحافظ على تاريخنا. لكن لو بنتكلم عن النجاح والفشل يا كابتن يا كبير، تمام، مش ممكن انجازك الكروي كله يتمثل في كروس عملته جا جون في الاهلي. وحتى لما كنت بتلعب في مباراة يعني كبيرة جدا، لما جبت جون كانت النتيجة 2-0، يعني مش عارف تقف من الفرحة، مع انها كانت بتبقى 2-1. للاسف الواحد في بعض الاوقات، في بعض الاوقات لازم يتكلم بالشكل ده، في بعض الاوقات مش في كل الاوقات. مش ممكن ابدا، مش ممكن هعيش بالسبعينات والثمانينات وكل الالسنه دي حواليك. مش ممكن، مش ممكن ابدا. احنا هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد، وبالطريقه اللي اتعلمناها وتربينا عليها. وأمانة لما نقابل وجه كريم وناس حملتنا أمانة، نعرف نرد ونقول لهم إيه، عملنا إيه. على الأقل اللي جاي بتاع ربنا بنشتغل عليه، لكن اللي فات لازم نحافظ عليه. عشان كده بقول للجميع، اعمل بقى حلقات، اعمل مداخلات، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي يديك، اللي يمليه عليه ضميرك، اعمل اللي انت عايزه. هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد. الأهلي والترجي ومواجهة في منتهى الأهمية.